وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، وصلى الله على نبي مبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه من دعا بدعوته وسار على ناج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وبرنامج كيني هوذا كبرو انتو سولسو انترنت تلفزيون كقرنكا يو راديو هرقيسه مقاي عبد الفتاح عبد الله عمر قايبتي وحشيش عتاب العدار كما ددوا وحويان تربيه الاسلاميه وقلاس كواف وان عتب كوا كيس الدحاد قسم الفقه وقايبتي فقه اهل العدار واتيل دكي لو عذر داري وحنو كلاسو عننا بقى سداد اللحن الى كوية الدباتن أردي ساول الصعدة هدبا وحي هاد وحن السعنة أردي دادكي لو عذر داري أي نمرني صلاة الخوف كين كترني مركا وهو نقن إلوا مشروع ولا شرعي في سامنة عليه الصلاة والسلام وتستمر وتستمر وسعنة مشروعية تاين لشرعي إلى آخر الدار إلا يوم القيامة إلا آخر الدار سنة كما أمك إلى آخر الدار إلا يوم القيامة. وأجمع على ذلك توح أذكر على الصحابة الصحابة ده وصائر كوا كلا الإمام علماء ده ما عدا وح لجربه مباشرة خلاف خلاف قليلا ير ولا يعتد بيان لترسنين. وتفعل صلاة الخوف صلاة الخوف كوا حلا سمية عند الحاجة إلى مركز ضرورة شرته سفرا سفر كلا سمية وحذر مركز للدقنية هي لأن الدقنية سفر كأن بقشر بلا سمية إذا خيف مركز لجب قال هجومين يصور رأي العدو عدو يصور ران عن على المسلمين لأن مبيح لها تلوبني هو الخوف وبقدنته لا سفر سفر كما لأن صلاة الخوف خوفك صلاة الخوفك في الحذر مركل لنقيها إلى الدقيها يعني سفرك لقجرين لا يقصر فيها لما كوبا عادة عترادة أرقع عترق عدو لما كوبا والظهروك الأفر تيدا تكنس وإنما تقصر فيها وحال كوبا صفة صفة دي الصلاة صلاة صفة دي صلاة دا صفة دي صلاة وحكا بدا صلاة دي لديرين وحال لقا يابا إن لقابيو وصلاة صلاة دي الخوف خوفك في السفر سفرك التي تاسي يقصر فيها وحال قابين يا عادو الرقعات تريك رقعة ده وايو خوف كي محاكو جرى سفر باكو جرى لكن نقني ده سيدة دب سيدة ده لو تكن يا صفة دي يقاب كيدي لو ديرين جرى لقا يابا صلاة دي إن لصوق كوبا مركا لنقين يا مركا سوف من لكن صلاة دا الخوف وخوفك في الحذر مرك اللي نجيه لا يقصر فيها لما كوبا عادة ترنك أرق عادة رك عادنك وإنما تقصر فيها واحد لكوبا صفة صفة صلاة دا معها كم إذا واحد يا ديرين تدين للصوك ومن بالغة يابا لكن مرك اللي نجيه هاي صلاة دا سيدي دا اللي تكنية لكن صلاة دا صفرك مرها دي خوف صلاة الخوف كل صفر قلا ويساقا والا الصوك قابنية وصلاة صلاة الخوف وخوفك في السفر سفرك عليك كاسي يقصر فيها واحد لقابية عادو ترينك أرق عادة ركع عادوينك إذا كان هذا الصلاة الرباعية رباعي أفر هذا صلاة الرباعية صلاة الرباعية هذا وتقصروا فيها ولا قابين أصفة صفة دين هو تلك قابية تقاب كي هل لقى قابية وانقى اسكا أركنا مرك وتسرع صلاة الخوف صلاة الخوف كوح لو شرعي بسردين لا بسردين أرضيو سرد لا والسرد كوابين وأرك دونا أن يكون العدو إنو عدو هذا يحل من البنات قتاله إلا لدى قالمه كما سبق سيدنا الصور مرتي تقارن لدى قالمه يبتشري ولو شرعي صلاة الخوف وإن صمرنا كي قال كاميدا محاربين تبا كاميرا بقادي با كاميدا تسرى والو صلاة الخوف بسردين لبا سردي سرد الأول محاء أن يكون هنا أدال عدو عدو يحل إن البنات قتاله إلا لدى قالمه كما سبق سيدنا الصور مرتي سرد ثاني سرد قلاب نوحوي أن يخاف إن كبقان هجومه ويرر كائن كبقان
على المسلمين ومسلمين حال الصلاة حالة الصلاة كتران لقوله تعالى باو دليله إن خفتم أداد كبقتان أن يفتنكم إن إنفناء أن يفتنكم إن إنفناء الذين كوي كفروا قالوا وقوله تعالى وهذا الكيس إلهي بكمده ودوا واحد شعليه الذين كوي كفروا قالوا لو تقفلون إن موقناتان وتكمنوا قنوتان وتكدع سناتان محالقا موقنانيا عن أسلحتكم هبكين وعمتعتكم يا ألابتين وفيميلون عليكم إنقو إيشان أو أي إنقو إيران أو أي إنقو إيران فيميل عليك إنقو إيران أو إنقو إيران ميلة ورر واحدة مركلية أمريكا إسلام مركلية أمريكا ومن صفات الصفين كصلاة الخوف صلاة الخوف كأه الواردة كصو أروري عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم في حديث كباو الدليل السهل ابن أبي حسم الأنصاري رضي الله عنه وقد اختارتها واحد دورته إمام أحمد با دورته والعمل بها مركا تانو كو دغمي لأن محالة أشبه واتيقش به بنيد بصفة صفتي المذكورة لغو الشيغي في القرآن وقرآنك وفيها واحد كتر احتياط إن لغو إلالي أو هيغن لغو قلو للصلاة الصلاة دي أو احتياط إن لغو إلالي هيغن لغو قلو للحرب الدقالك وفيها نكاية واحد لغو شرقولي قلب العدو عدوغا وقد فعل عليه الصلاة والسلام رسول كوحو سمي هذه الصلاة الصلاة في قصوة الدقالك دات الرقاع لورنشر والدقالك كربولي أصحابتك كم أبي موسى الأشعري أبي هريرة الدقالك كقب قال مرك ورينا مدبلة السعودين حير مسلمين سفن قارين سفن قالين مرك وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة كوحو سمي في قصوة دات الدقالك لورنشر دات الرقاع وصفتها صفتها كما رواها سيد الصورني وسهل أصحابك سهل ليرا هي وحويا أنا ضعيفة تنكوح صفت وحي لف صفتي مع النبي نبي صلى الله عليه وسلم وضعيفة تنكوحنا وجاه وحي استاقين وشهد أما وشق العدو عدوغا قال وحي لصفتي النبي عليه الصلاة والسلام ولتو كتال لوغتي وضعيفة تنكوحنا وجاه العدو وجق عدوغا أي استاقين مركا فصلى بالتي معه فصلى ولتو كتال بالتي كثير معه معي ساد رقعت رقعت بالتو كتال ثم مرك رجعتي لتكذن قام ويستاج ثم صب التوسق نادي قائما الشغل تاجن وأتم وحود ما يسترتن لأنفسي من فوق أب رسول كريم أمرك ولتكنا لتكذي ويستاج يجونا محي سميين وأتم لأنفسهم ولن فوقوا ما يسترتن رجعتي لبعض أي يجونا تكذين لكن رسول كتيك ودون سيد تاجنا الشغل ثم صرفوا مركزي دقاقين إلى مركو رسول كتاقنا رقعدي لبادو كدرين ثم صرفوا واي دقاقين وصفوا وحي استاقين وجاه العدو وجهاد عدوغي وجاهد وعوت مكبدا عفة الأخرى قوحي كالي فصلى به محلتو كذي رقعت الرقعدي التي تاسو بقية كاري من سلاتي سلاديس أوه واكي تاقنايو تستاقي بكسو قولاد نوغي مادين هيغن ككتشرا فصلى بي محلتك رقع رقعاتي التي تاقى بقيت قاعدة من سلاتي سلاديسة ثم صبتها وكسق نادي جالسا فدي وهالكا فدي كسقي واعتموا لأنفسهم نفوقي بأودا مايسترتين اد رقعاتي لباد مركو لتو كده وفرست التحياتك مركو وفرستي ايا يقول رقعاتي لباد تو كده مركو تو كده رسولكو حكسقيا فدي كسقيا ثم صبتها وكسق نادي جالسا إساقو فديا واعتموا لأنفسهم نفوقي بأودا واتموا ويودا مسترسن لانفسهم من فوقي ثم سلم بهم وسلاما اقصدا هلكا اردو ان نغدا دعيو قولو يغو ري رسولك رقعد ولا توك حدنا و استاغ رقعد مركو لا توكدي اي استاغ مركو استاغي و تاغنا و سوق و خو كسغنا دين استاغو قولو مركو ري و تاغنا و رقعد لا توكدي رقعد لباد ايغو اسكغا درين مركو اسكغا درين و توكدي رقعد لباد رقعد لا مركو دبن و دقاقين قولو كلي غارك كو جيرتا يمد مركز رسولك رقعد وهرسنين لتكذين مركز لتكذين رسولك رقعد ودميستي لباد أيو رسولك التحيات كي فدقي أيو كسقي مركز كسقي رقعدي كوي مركز لدميستين أي تي لباد كدرين فدقي كسو قادين مركز صلى الله سلاما نقصد رسولك صلى الله عليه وسلم مركز واسدا ومن صفات صفاتك صلاة الخوف صلاة الخوف كوحة كمدا أن يصلي إنه تكذين بكل دعاء أن يصلي إنه تكذين بكل دعافة كوكستا أو يسلم بيع سلام نقصدان تاسنا وكمد وانت صورنا نوعك لدوان بيد من صفات صفات صلاة الخوف صلاة الخوف عكمدة أي يسلم تكلم بكل دعيفة كوكستا أو يسلم بيع أي سلام نقصدان رواه أحمد باوري وأبي الداد والنساء باوري ومن صلاة الخوف عكمدة ما رواه تورينا الشابر ورينا
قال يحول أقبل الله وحنا صاقا بلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا إلا أنهم بدات الرقاع دقال كدات الرقاع لورني أو أقصى تدات الرقاع ولما ذا قرن سنة أفراد ودع قرن سنة تدبات بين هذان يا ودقال كي كرب ولو سبيت بلبس على هلا السفر جا أي قلان من سفاش فين صلاة الخوف وحكم ما روات ونجابر قال يحول أقبل الله وحنا صاقا بلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كنا إلا أنهم بدات الرقاع دقال كبدات الرقاع ليرا قال قال يحول فنودي للصلاة صلاة دي بالإدامة فصلى بدائفة كوحبة تكتر رقعتين لبا رقعتين ثم تأخروا دبا ودعينو ودبا وقرتينو ودعينو ودبا حالو قتيدا هيغن كيبا يقالين فصلى واحد تكتب بدائفة الأخرى كوحدي كلا واحد تكتب رقعتين لبا رقعتين قال أصحابك تابعوا عبد الله وحوري فكان الرسول ورسول كوحد رقعتين لبا رقعتين وللقوم يقوم كينا واحد تكتب رقعتين لبا رقعتين متفق عليه لبدا الشيخ بس كوافق أرد واحد لو قلت هذا قلوا البابين عيد الرسول كم يحكوا تجني الله برجع عدود مركا الرسول كنوا يحكوا تكذيل قلوا الباب الله برجع عدود وقارو تجي مركو تجي بقى قلنا الله بيت كذي قل الرسول قلنا لا بل تكذي قل هذه كلنا لا بل تكذي مركا صدقوا من صفات صفات صلاة الخوف ما روات ورجع بروي قالوا ورق بلى وحنا صاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الله أنه بدات الرقاع دقال كدات الرقاع قال يحيى الأصحاب قاس فنودي للصلاة صلاة بالإدام فصلى وانتو كتب دائفة كوح رقعتين لا برق عدود ثم تأخروا دبا وقرتونوا دبا ودعينوا ما حيوقع هيك كيف قالين فصلى بدائفة الأخرى كوحدي كلو تجي رسولك رقعتين لا برق عدود قال يحيى جابر بن عبد الله فكان الرسول رسولك هو سنادي رقعتين لا برق عدود والقائم قام كنا رقعتين لا برق عدود قالوا البامر كاو حلوقة لا برق عدود بتجي رسولك عليه الصلاة والسلام وهذه صفات شفيقة تفعل وحل سمينا يا إذا لم يستد هدانو أتكان أرد الخوف بقدنته فإذا استد هدو أتكاد الخوف بقدنته أرد أتكاتو أدتك البيوغ إسكالان دي أو نيجي سعود دادان أيو أو البيوغ عدو إيا مسلميتو إسكالان محال السمينة واكن وهذه صفات شفيقة تفعل وحل سمينا يا إذا لم يستد هدانو أتكان الخوف بقدنته فإذا استد هدانو أتكاد الخوف بقدنته أو البيوغ مسلميتو قالد إسكالان أو نيجي آدو داتو محل السمينة يا وكاسي وده بأنت واصلة إن حدين نقدان أدعني إسكو جندي لبابكو وإسكو جندي بأنت واصلة إن حدين نقدان أدعني إسكو جندي محل إسكو جال لب كي قاسوينك والضرب بأنت واصلة إن حدين نقدان أدعني إسكو جندي والضرب الجراعي والكر والفر إسكو علي والإسكو قبو والكر والفر واحد لقيت شيء دون رجع العلنت والكر وحويا و والكر والفر والسكو قبطايو والكر والفر والرقال علنتي ولم يكن يمكن أن السورقلين تفريق القوم قومك إني كلا صعمان أن السورقلين ولم يمكن أن السورقلين تفريق القوم إني قومك كلا صعمان يو صلاتهم صلاة دودة وعلى ما ذكر أين صوشيق نمرك إمكان صنع وحان وصول وهذا وقت الصلاة وقت الصلاة صلوا وحوتو كنيان على حسب حالهم كل بحال دود سيدتاي رجالا فنتري اي كنتو كنيان والركبان فنتر يغو سعوددي والركبان يغو وحكرسن للقبلة قبلة داي اي وجهد سنيا وغيرا يغير كيد يمارسي صورة قلو واركيان قبلة وغيرا غير قولو وجهد سنيا وغو صورة قل سنة واركيان قبلة اي وجهد اي وجهد سنيا يؤمنوا بالك وخالد كتاب يؤمنوا واي واي إشارنا يعني بالركوع الركوع لي يو سجود سجود ما حي سمعنا يعني حسب كل بدقاتهم أنت أبودوا ذا يتمرتوا ذا ولا يؤخرونا دبوا ما دقيان للصلاة الصلاة دي دمر كانوا ما دقيان أجد مرك البيه إسكالان وحوش السنة يعني على حسب حالهم حال ذا وكل بسات هذا لقطاي هذا وحكرسين قبل ذا يقير كذبوا يجيان هذا الصورة جاية قبله غير كل بيجين يبغى بري أي تاي قبله قلبيت كل بيجين يوم هلك يوم إنه هلك هو خلد كتاب يوم وقت المامان يعني بالركوع ركوع وسجود سجود حسب دقتهم كل حسب سعر أي تاي دقتهم أودون ولا يأخرون دبوا مدقين صلاة صلاة لقوله تعالى بود دليله في خفت ما دات بقتان في رجال فنتر لق أرق بانا أما إذن كوس وحصارا أي فصل كنت كرجال فنتر لق أرق بان ذيك هو حصار المركا والرياك الرجال جمع الرجل وي وهو كائن وين وهذا على رجلي قف كونه كوس على لقي سماشيا وهو كان يسقى هذا على رجلي لقي سماشيا إنه كوس عضو أو واقف أمتهاكن والرق بان وامحي جمع وي الراكب يعني قف كي الراكب وكرسنا مرك أرده واستحبه حكلا لسني أي يحمل معه قف كونه قاتو
في صلاة الخوف. صلاة الخوف كم حقوق هذا يا من الصلاة حب وما يدفع به وكد دفاعه عن نفسي نفتيس أو ولا يسقلو عسلين وهذه وحي عسليان وحلقة يا بجورو دين وعدو جيس كعلن كرواي ويستحب وحلا سنة أي حملوا معه إن وقفكم معي سقاطه في صلاة الخوف. صلاة الخوف من الصلاة حب نقاطه ما يدفع به وكد دفاعه عن نفسي نفتيس أو ولا يسقلو عن عسلين لقوله تعالى بودليلة وليأخذوا قات أسلحتهم هبكي نقاط سورة النساء كترتا 102 ومثل شدة الخوف بغدنت الدرن وحكم إذا حالة دي بكم إذا ومثل وحكم إذا شدة ترن إذا أي درن تاي الخوف بغدنت أو وقفك صلاة الخوف وتنكر وحكم إذا حالة دي الهرب قفك إنه كأرضه من العدو عدو إنه كأرضه أو سل أما داد بكأرضه داد رجمنية أو سبعة ما هبر دقاقي دقاقي بكأرض أو خوف أما وحكب قنايا فوات إنه سوقارو عدو عدو يدلبه إساقا دون دونية فيصلي في هذه الحالة حالة دا وحكوتو كنايا راكبا إساقا وحكرس أو ماشيا أما إساقا وصعدا مستقبل القبلة قبلة ذو إيقيا وغير مستقبلها أما مبا مستقبل وحقابلها أما القبلة قبلة ذا وغير غير مستقبلها أما هدو دون ما قابلها يبا يومي و إشارنا يا بالركوع ركوعي يا والسجود سجودي أرد يا وهل كاسو صلاة الخوف كنا قلنا ماذي بل أجا هذا ونستفيد وحن كفى إذا من صلاة الخوف. صلاة الخوف كوحن كفى إذنا على هذه الكيفيات حبابك العجيب عجيبك والدنديم يسيد اللون ندامي الدقيقة هفن ومحي أهمية الصلاة مهمة الصلاة الله دي في الإسلام إسلامك وأهمية مهمة الله دي صلاة الجماعة صلاة الجماعة بالذات لفهانت الله دي فإنهما محي لم يسقطا مدعان صلاة مركزتا هي صلاة الجماعة فإنهما لبداسي صلاة هي صلاة الجماعة مدعان لم يسقطا فإنهما لبداسي وصلاة الجماعة هي صلاة دي لم يسقطا مدعان في هذه الأحوال حالدان الحرجة عليس كبدلة يا علوس كما نستفيد وحن كفى إذن كمال دمستيرك الذي هذه الشريعة الشريعة الإسلامية إسلامك وإنما شرع ذوحا لو شرعي لكل حال حالة كستو ما يناسبها كم مناسبة وكما كما نستفيد وحن الكاك كفايدة سنة نفي دين مدى إنو لودي دي الحرج كما نستفيد عن كفايدة سنة نفي إن لودي دي الحرج عليسك عن هذه الأمة أمدا يو سماحة وناق اللي دهي هذه الشريعة الشريعة دهي وصلاحية تهين الشريعة دهي كوها بونتهي أو أي لجسان قادس أو أي كوناك سنتهي لكل سمان وقت كست يو مكان ملكست هذا ده مسألة شرعة وقت كان أبدا ما هو الله ما كان قادر كرتوك ما هبونا قف كاس مسلم ما هو قال وقال أرضي وقال لي من هم لا على عدار كيف يصل المريض حاله دوت كان وينقص صارقني وعلى جاي سؤال شاس الدحاد إن إذا جرم ويدان إم صار يصق قابنا يا مسافر كصلاة ده شافعي ذو كل واحد سديت كيلومتر دي كتابك كم تال لكن تاس الدحاد إم صار مسافر ده يصق قابنا يا مسافر كصلاة ده واحد وين ده وسديت كيلومتر سفر كستم بنات إلا قابيا عشان أنا أرد وحويان ما تاي صحو قام بنان تاي قليل مقيم كان توجي عن سفر كوتشرني الجمعين وكل ميو وأي سلاتين السلادة هبو يجمع بينهم كل مين وأتينا صمرت قفكم مقيم كاد الروح تهديك تم لها وتجمعنا يو وأنا السلادة قفكم مقيم كوام حوقفك النجني عن سفر كوتشرن أجمل الفراقات الآتي هو فلد إمبتي سبيسس ما لها بنان بأرد اللي بروحنا يا قيبت هالسنة الكاسة أردي إنه قلت شو قصة امسح يا تبصر أنت كنت رايا وبرنامج كيني هو ده كبر توس ولا سعند شرتين تلفيش كقارن كأي راديو أرجيسة قيبت هالسنة فيق جاه اللي عدار كنا أنت هالسنة أردي إنه قلت شو قصة وحنها يوهدي قد يسيه دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهدي قدسي دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا
ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو